لوشن مميز عن كل المستحضرات الثانية الموجودة بالسوق لأنه طبيعي 100% وما له أي أضرار وما له أي أثار جانبية، أو حتى إذا بقى نقارنه بالرجيم، إذا عملتوا رجيم أنتوا رح تضعفوا كلكم سوا، وإنما مع فيجر لوشن أنتوا عندكم الفرصة لتنحفوا أو تضعفوا مناطق معينة من أجسامكم، يعني صار عندكم فرصة رسم وصق الأجسامكم بالطريقة اللي بدكم إياها. أنتوا فيكم تخسروا بمعدل 3 سنتيمتر بالأسبوع الأول من استخدامه، وبمعدل 2 سنتيمتر بالأسابيع التالية، يعني كل ما أنتوا عم تستخدموا. شو بعد بدكم أحسن من هيك حل؟ سارة خلينا نخبر أكثر مشاهدينا عن فيجر لوشن. فيجر لوشن هو لوشن غني وتركيبته خفيفة، مكون من مزيج من النباتات اللي بتحمل معها خواص فريدة من نوعها لتحمي البشرة من الترهل وتشد الجسم وتحصلوا على النعومة الفائقة. في كتير منتجات بالسوق بتحمل بعض مكونات فيجر لوشن، ولكن ممكن ما يكون تم اختبارها علميا مثل ما تم اختبار فيجر لوشن، وأثبتت الاختبارات أنه فعال جدا وما له أي أثار جانبية. أنا وأنتم مشاهدينا هلأ رح ناخد قياس خصر أزهار وداد ورح نشوف الفرق قبل ما يفوتوا على السبا وبعد ما يظهروا. رح نبلش مع أزهار. أزهار قياس خصرك قبل ما تفوتي على السبا هو 82 سنتيمتر. فإذا مشاهدينا 82 سنتيمتر هو قياس خصرة لأزهار. وهلأ بقى نشوف سوا قياس خصر وداد. وداد قياس خصرك إذا بتبرمي شوي صوب الكاميرا. خمسة وسبعين سنتيمتر ونص. فإذا مشاهدينا مثل ما شايفين قياس خصرة لوداد 75 سنتيمتر، وهلأ رح نشوف قدي رح يفرق هالقياس بعد ما يظهروا الصبايا من السبا. هلا فاذا رح نشوف قد ايه صار قياس خصركم بعد المساج. ازهار قياس خصرك كان 82 سنتي متر، وهلا مثل ما شايفين مشاهدينا 80 سنتي متر. ازهار خسرت 2 سنتيمتر بساعة واحدة من المساج مع فيجر لوشن. 2 سنتي؟ عن جد ما كنت متخيلة أحصل على هيك نتيجة. أنا كتير فرحانة صراحة. إذا هيك كل يوم رح أعمل فيجر. إن شاء الله إن شاء الله يا أزهار. أما هلأ أنا وأنتم مشاهدينا رح نشوف النتيجة اللي حصلت عليها وداد بعد المساج. وداد قولي لي كيف نفسيتك؟ متحمسة بس نشوف النتيجة إن شاء الله. وداد أنت كنت 75 سنتيمتر ونص، وهلأ بعد ساعة مساج بدي تبرمي شوي صوب الكاميرا لأنه المفاجأة هي أنك صرتي 74 سنتيمتر، يعني وداد أنت خسرانة سنتيمتر ونص. ولكن متأكدة 1 سنتيمتر ونص؟ أكيد. يعني كي من دابا أسبوع شحال نقدر نقص في الخسر ديالي؟ يعني إذا استعملتيه على مدة أسبوع لازم تجربيه بنفسك لتشوفي. هيدي النتيجة اللي حصلتوا عليها أزهار وداد، أنت خسرتي 2 سنتيمتر وأنت خسرتي سنتيمتر ونص بعد ساعة مساج من فيجر لوشن. أما أنتم مشاهدينا لازم تستعملوا فيجر لوشن كل يوم على بكرة وعشية أو صباحا ومساء
لمدة 5 دقائق ورح تحصلوا على نتائج مذهلة. وبدي أذكركم أنه هالنتائج ما ممكن يقدم لكم إياها أي شيء تاني، لا تمارين رياضية ولا رجيم ولا أي برودكت غير فيجر لوشن. كرمال هيك صار وقت أنتوا تجربوه ببيوتكم.